اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، قال: واستعمالها في الوجوب حقيقة، أي استعمال صيغة افعل في الوجوب، والوجوب هنا معناه أنها مستعملة في الجزم والحتم، بمعنى أنه لو لم يأتي بها المكلف فإنه يلحقه العذاب في الآخرة، لأن هذا هو معنى الوجوب، إذا تركه الإنسان تخلف عنه فإنه يلحقه الإثم والعقاب. وذلك الاستعمال لصيغة افعل حقيقة، أي أن صيغة افعل موضوعة في الوجوب وضعا، يعني أنه وضع أولي وليس وضعا ثانويا. لكن يا ترى هذه الحقيقة هل هي في الحقيقة لغوية؟ هكذا في اللغة صيغة افعل يعني موضوعة للعقاب والحتم والجزم، أم أن هذا ليس وضعا لغويا وإنما هو وضع يعني شرعي، يعني ما علمنا ذلك من اللغة وإنما علمناه من ورود الشرع، فاللغة ليست فيها هذا المعنى وهو الحتم والجزم وترتب العقاب على من لم يأتي، وإنما فهمنا ذلك من المعنى الشرعي، يعني الشرع هو الذي جاء وقال افعل موضوعة عندي للوجوب ومستعملة عندي للوجوب وللحتم وللجزم، أم أن ذلك ليس بوضع اللغة ولا بوضع الشرع وإنما هي بالمعنى والعقل. ثلاثة ألفاظ، ثلاثة أحوال، وثلاثة مذاهب. هنا لم يتعرض لهذا وإنما أطلق الكلام إطلاقا، حيث قال: واستعمالها، أي صيغة افعل التي الكلام فيها للوجوب حقيقة وفيما عداه، يعني إذا استعملت صيغة افعل في الندب وفي غير الوجوب من الاستعمالات السابقة التي نبهنا عليها، كان ذلك الاستعمال مجازا كما علم مما مر. وما ذكره هنا ليس تكرارا لما قدمه، لأنه ذكره ثم هناك على سبيل الاستثناء، وهنا بيّن محله، لأنه تكلم قبل ذلك على مسألة الوجوب، أو أن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، ثم بعد ذلك بعد أن أسس لهذه القاعدة ذكر هنا استعمالات افعل التي من ضمنها الوجوب، فليس كلامه قبل ذلك وهو أن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، مع بيان استعمالات افعل وأنها للوجوب وأنها لكذا وأنها لكذا، ليس ذلك فيه نوع تكرار، إنما كل بحسبه وكل باعتباره. فالأول ذكره على سبيل الاستثناء، يعني ذكر أن للأمر أن الأمر للوجوب ما لم إذا لم تصرفه قرينة فإنه حينئذ يكون غير الوجوب، وهكذا. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر القاعدة الكلية شرع يتكلم على ما يرد له صيغة أو ما ترد له صيغة افعل.
فليس بينهما تناف وليس بينهما تكرار. طيب اعطني يا ولدي المحلي. ايوه ده كده مش تبقى مخلي خالص. هنا قال جمع الجوامع والجمهور قالوا هي حقيقة في الوجوب فقط لا في غيره اللي هي صيغة افعل، لغة ده قول، أو شرعا ده قول، أو عقلا ده قول، مذاهب يعني هذه مذاهب. أوجهها أولها أنها لذلك في وضع اللغة، يعني أن الوجوب الذي معناه الحتم والجزم وترتب العقاب على المخالف معلوم من وضع اللغة، ولذلك العرب إذا أمر أحدهم رقيقه بأمر فلم ينفذه كانوا لا يستقبحون لسيده أن يعاقبه. عندي عبد وقلت له اذهب فاشتري لي طعاما فلم يشتري فعاقبته، لا يذمونني ولا يعيبون في ما أفعله. لماذا؟ لأنه خالف أمري، ومخالف الأمر يعني يترتب على مخالفته العقاب، وهذا معلوم بوضع اللغة. والثاني القائل بأنها لغة لمجرد الطلب، لا وخلص دي بقى كده خلاص، ووجه أولها والثاني أنها ليست للوجوب، وقيل في الندب وإلى آخره. طيب انتهينا من هذه، يبقى أرجحها إيه؟ أرجحها أنها للوجوب بوضع اللغة وليس غير. هات لنا كده التشنيف يا ولدي. أحسنت أحسنت وأبنت ولله أنت، ده النسخة الجديدة دي. بتذكر في النسخ؟ آه منك آه. قال ترد للوجوب وللندب والإباحة، ده بيتكلم على محل ورودها، وللإنذار، و26 معنى. أي والجمهور حقيقة في الوجوب لغة أو شرعا أو عقلا، ده كلام الزركشي، مذاهب. طيب أجمعوا على أن صيغة افعل ليست حقيقة في جميع المعاني السابقة اللي هما 26 معنى الذي ذكرناهم في الحلقة الماضية، وإنما الخلاف في بعضها، وفيه مذاهب. أحدها قول الجمهور أنه حقيقة في الوجوب فقط مجاز في الباقي اللي هو ذكره هنا عندنا بقوله واستعمالها في الوجوب حقيقة وفيما عداه مجاز، وهو المحكي عن الشافعي رضي الله عنه. واختلف القائلون اللي احنا عايزينه، هل ذلك لغة أو شرعا أو عقلا؟ وصحح الشيخ أبو إسحاق وإسحاق الشرازي أنه بوضع اللغة، ونقله إمام الحرمين عن الشافعي، ولهذا صدر المصنف كلامه به. والثاني أنه حقيقة طيب دي قضية تانية خالص. انتهينا من الأمر والنهي والحمد لله رب العالمين. نشرع بعد ذلك في العام والخاص. قال وأما العام فهو ما عم شيئين يعني اثنين ليدخل المعدوم ولو مستحيلا فصاعدا أي فأكثر، يعني تناول الصالح له دفعة بلا حصر. هنا تكلم على يعني العام، والعام يختلف عن العموم لأن العموم استغراق وشمول، ولأن العام لفظ يستغرق،
فالعام يختلف عن العموم، العام لفظ والعموم معنى يعني استغراق. هنا يتكلم على العام فقال: فهو أي العام ما واقعة على لفظ. والذي دلنا على أنها واقعة على لفظ أن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. العموم اللي هو العام يعني، العام ده وارد على اللفظ، ولذلك عندما قال ما علي لفظ يعني لفظ، عما أي تناول وشمل واستغرق شيئين يعني أمرين اثنين فما فوق يعني اثنين ده تثنية شيء بالمعنى اللغوي، والشيء بالمعنى اللغوي ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، كما قال سيبوي: شيء يعني إيه؟ يعني كل ما يصح أن يتعلق به العلم وأن يخبر عنه يكون شيئا. وليس المراد بالشيء بمعناه الكلامي، ولذلك المستحيل عندهم ليس بشيء. قال: لأنه بالمعنى الكلامي شيء يعني موجود، رأي أهل السنة كده بيقولوا شيء يعني إيه؟ يعني موجود مش معدوم، لأن المعدوم ليس بشيء، يعني المعدوم في علم الكلام لا يسمى شيئا، وإنما الذي يسمى شيئا هو الموجود. لكن شيء هنا أراده بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الكلامي. ليدخل المعدوم، لأن المعدوم ما بيدخلش على المعنى الكلامي. شيء إيه بالمعنى الكلامي؟ يعني موجود. شيء إيه بالمعنى اللغوي؟ يعني موجود ومعدوم. فهمنا؟ طب هو أراد هنا إيه؟ أراد هنا شيء بالمعنى اللغوي وهو الموجود والمعدوم. ولو مستحيلا، الله، حتى لأن المستحيل معدوم، فالمستحيل يدخل معنا في دائرة العموم، يكون من باب العموم وليس شيئا من باب علم الكلام. فصاعدا أي فصاعدا هنا يعني ذهب المعدود صاعدا، فهي حال محذوف العامل، أي فذهب المعدود صاعد حال كونه صاعدا. صاعدا يعني إيه؟ يعني مرتفعا إلى أعلى. ومن هنا سموا الأسانسير مصعد، ما سموهش منزل، مع أنه هو الاثنين، ولكنهم سموه يعني مصعد يعني لأهم حالاته. حالات الصعود هي أهم، ولذلك صعود السلالم أصعب من نزول السلالم، فسموه ما سموش منزل، سموه مصعد. مش كده لما جم يعربوه سموه مصعد؟ طب ما سموش منزل ليه؟ ما هو من معانيه ان هو بيطلع يا مولانا وينزل، واحيانا الناس بتتحبس في الاسانسير وانت قاعد بتاكل كشري. لكنهم سموه مصعد بافضل معانيه. مصعد يعني ايه؟ يعني بيصعد، يرتفع فوق 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 وهكذا. يعني ايه بقى صاعدا؟ صاعد يعني مرتفع وهكذا. قال: فأكثر أي فأكثر، يعني يشمل اثنين، يشمل ثلاثة اللفظ، يشمل أربعة، يشمل وهكذا. يعني أي فسر هذا التعريف: تناول، إيش هو اللي تناول؟ اللفظ، يعني شمل واستغرق. الصالحة يعني ما يصلح له اللفظ، اللفظ له صلاحية أن يستعمل في كل معانيه، وليس لنا لفظ يعني غير صالح لمعانيه.
ولذلك هذا قيد لبيان الواقع. اللفظ هو الذي يصلح لمعانيه. طب هو في لفظ غير صالح لمعانيه؟ ما عندناش الكلام ده. له الصالح له، يعني ايه صالح له؟ يعني من حيث اللغة هذا اللفظ موضوع لهذه المعاني ويستعمل في هذه المعاني. الصالح له، له يعني للايه؟ للشيئين فأكثر. دفعة أي أنه يدل على الاستغراق والشمول لما يصلح له دفعة واحدة. مثال: جاء الطلاب. الطلاب فيه عموم. إيش هذا العموم؟ العموم أنه يشمل ويتناول كل ما يصدق عليه أنه طالب. هي دي الصلاحية هو. أن لفظ الطلاب يشمل ويستغرق كل ما يصدق ويطلق عليه أنه طالب. فهذا اللفظ استغرق كل هذه الأفراد بإطلاق واحد وليس إطلاقات متعددة. جاء الطلاب وكان في الرواق مثلا 100. المية دول، هؤلاء 100 دل عليهم لفظ الطلاب بمرة واحدة وليس بمرات متعددة. ما قلناش جاء خيري وشوال ومسعود ويوسف والأصباط والحواريون وموسى وعيسى، لا لا، وإنما اللفظ لفظ واحد شمل ووسع كل هؤلاء مرة واحدة، كما وسعنا هذا المكان مرة واحدة. مش قعدنا مثلا شوية ونزلوا وجم بعد كده شوية ونزلوا وجم بعد كده شوية ونزلوا. قال: دفعة بلا حصر. يعني ايش حصر؟ يعني ضبط وتعيين لمقدار من المقادير. يعني عندما نقول جاء 10 طلبة، العشرة لفظ يتناول كل ألفاظ كل أفراده، ولكن ودفعة واحدة أيضا، ولكن بحصر، فحيثما وجد الحصر خرج اللفظ من دائرة العموم. بخلاف مثلا جاء الطلاب وكان الطلاب 10. إيه الفرق؟ الفرق أن الطلاب لم تحدد عددا معينا. طب وعشرة طلبة حددت، فالأول عام والثاني غير عام، لأن شرط اللفظ الذي يكون عاما ألا يكون موضوعا بلفظه لضبط وعدد معين. بلا حصر أي بلا ضبط وتعيين، فشمل كل ما يمكن الارتفاع إليه من الأعداد. فشمل لفظ العموم كل ما يمكن الارتفاع إليه من الأعداد، 10 و20 و200 و300 و400 لفظ الطلاب، وهو مأخوذ من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء. تقول عممت زيدا وعمرا بالعطاء، يعني ايه؟ يعني شملتهما بعطائي، أعطيت هذا وأعطيت هذا، أي شملتهما به، وعممت جميع الناس بالعطاء، يعني أعطيت جميع الناس من عطائي. ومن الذي يعم جميع الناس بالعطاء؟ المولى سبحانه وتعالى. قال: وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم به، أي بالعطاء. ففي العام شمول، في لفظ العام شمول واستغراق، فخرج بقولهم، بدأ يتكلم على محترزات التعريف. فخرج، والفاء هنا فاء الفصيحة
التي تفصح عن شرط مقدر إذا أردت أن تعلم أو أن تعرف ما الذي خرج بهذه القيود التي ذكرناها في التعريف. فأقول لك: خرج بها، أي خرج بقولهم، الصالح له دفعة. دفعة بفتح الدال اسم للمرة، وأما بالضم فاسم للشيء المدفوع. نقولها تاني: دفعة بالفتح دفعة، غير دفعة. دفعة يعني اسم للمال، دفعة من المال اسم للمال المدفوع. طب دفعة، دفعة ديت اسم للمرة، المرة الواحدة من الدفع، يعني أنا دفعت له كده هو وأعطيته مرة واحدة فقط. طب دفعة اسم للشيء المدفوع، المال اللي أنا دفعته له. دفعة واحدة خطأ طبعا، هكذا حفظناها من مشايخنا مولانا. دفعة واحدة، دفعة واحدة يعني مرة واحدة. هكذا أتيت على الطعام دفعة، يعني أكلته مرة واحدة. أتيت على طبق الكشري مرة واحدة، يعني بمعلقة واحدة خلص طبق الكشري رحمه الله. لكن دفعة، لا، دفعة ده اسم للشيء المدفوع. دفعت إليه المال دفعة، يعني أي أعطيت له المال مرة واحدة. أعطيت له المال دفعة، دفعة يعني إيه؟ يعني المال ده كده أهو أخذه بيده بهذه الطريقة، يبقى دفعة دي إيه؟ اسم للشيء المدفوع، للمال المدفوع. وأما الدفعة ده اسم، مش هنقول لك اسم، يعني للمرة الواحدة من الدفع، للمرة الواحدة من المصدر. قال: وفي النكرة في الإثبات، خرج بالصالح له دفعة، النكرة في الإثبات. فالنكرة في الإثبات لا عموم لها، تقول: رأيت رجالا، هذه نكرة وهي واقعة في الإثبات. لا يعم قولك كل الرجال. رأيت رجالا أو رأيت رجلا، المرئي هو رجل واحد وليس كل الرجال. أو رأيت رجلين، فالمرئي هو رجلين وليس كل الرجال. مررت بقوم، الممرور بهم قوم معينين وليس كل الأقوام، وهكذا. قال: كالنكرة، النكرة في الإثبات سواء أكانت مفردة رجلا أو مثناة رجلين أو مجموعة رجال، أم اسم جمع قوم، أم اسم عدد 50، لا من حيث الآحاد، لا من حيث الآحاد. وإنما تتناول ما يصلح، لا نحن رحنا بعيد. قال: لا من حيث الآحاد، فإنها إنما تتناول ما تصلح له على سبيل البدل. أما النكرة فإنها وإن وضعت للفرد الشائع سواء كان واحدا أم مجموعا إلا أنها لم تستغرقه، يعني رجلا، رأيت رجلا، رجل ده ايه؟ ده رجل واحد وليس هذا من قبيل العموم. رأيت رجالا، مش كل الرجال هم
المرئيون رأيت رجلين، ليس كل رجلين وقع عليهم يعني الرؤية، إنما وقعت على أناس محدودين. فإذا قيل اضرب رجلا كان معناه حقق الضرب في أي رجل كان، وهذا معناه أن لها عموم واستغراق، ولكن ليس عموم بدلي وليس استغراق في كل أفراد الرجال. ما هو أنت انتبه، احنا عندنا حاجتين، في حاجة اسمه عموم بدلي وعموم استغراقي. عموم استغراقي يعني أنها استغرقت وشملت كل الأفراد. فإذا قلنا اقتلوا المشركين يعني كل فرد من أفراد المشركين مقتول مثلا. وإذا قيل رأيت رجلا أو اضرب رجلا على سبيل المثال، كان المراد أن الضرب يتحقق في أي رجل، قد يتحقق في هذا أو هذا دون هذا أو هذا دون هذا إلى آخره، يعني أن كل فرد من أفراد الرجال محل لتحقق الضرب. فهذا عموم، ولكن عموم إيش؟ بدلي لا استغراقي. اضرب الرجال أو اضرب الطلاب، يقتضي هذا ضرب الطلاب واحدا واحدا، لأن يعني العموم في قوة قضايا متعددة. يعني اضرب الساقي واضرب خيري واضرب الشوال، مش عايز تضرب شوال ليه؟ خايف تتحول وتبقى ربيع الأول عندما تضرب؟ ففي عموم اسم عموم ايه؟ استغراقي، وعموم اسم عموم بدلي. النكرة في حال الإثبات تفيد العموم الايه؟ بدل. وفي حال النفي ما رأيت رجلا الاستغراق. الله، يعني ليس المرئي رجلا من جنس الرجال مطلقا، ولكن رأيت رجلا ايه ده، او رأيت طالبا، احتمال يبقى خير المرئي، احتمال يبقى شوال، احتمال يبقى مسعود، احتمال يبقى سعيد، احتمال يبقى ساعد، احتمال يبقى ماعد، وهكذا. طيب، فإذا قيل اضرب رجلا معناه حقق الضرب في أي رجل أو رجالا إن شئت، تحقق في بكر أو عمر، ولا يقتضي ذلك تحققه في كل من بكر وعمر معا، يعني لا يقتضي أن يتحقق في هذا وهذا معا، يعني لأن اللفظ لا يوحي بهذا، وإنما المراد منه واحد فقط لأن اللفظ لا يدل على ذلك. وإذا قيل اضرب رجلين، انتبه بقى عشان دي اللي هتشرح لك الجزئين اللي جاي، أو اضرب رجالا كم معناه إيه؟ معناه حقق الضرب في أي رجلين أو في أي ثلاثة رجال اللي هو أقل الجمع شئت. قد يحقق الضرب في هذه الثلاثة أو هذه الثلاثة أو هذه الثلاثة وهكذا. يبقى ده عموم إيه؟ بدل. الحمد لله. إيه ده أنا هخليكم علماء وأصوليين كمان. ولا تحقق الضرب في كل رجلين وفي كل ثلاثة رجال، بخلاف أما أقول له اضرب الرجال، لا يلا دور الضرب في كل اللي قدامنا دول. لكن اضرب ثلاثة رجال، يعني إما اللي جنبه دول أو اللي وراهم أو 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 إلى آخره. نرجع بقى تاني، فإنها يبقى إنما تتناول ما تصلح له على سبيل البدل، بس شرحناها الحمد لله. ولا تتناول ما تصلح له على سبيل الاستغراق، اللي هي النكرة في سياق الإثبات، لا مش النفي، الإثبات. لا ارجع تاني، انت عشت مع المعنى السابق
وما رجعت لناش تاني، قول لي عشان لو رجعت نبدأ الدرس، ما رجعتش خلينا زي ما احنا في مكاننا. وهتلاقي كمان اصلا الامام ابن السبكي تكلم على النكره في سياق الاثبات وعقد لها يعني فصلا لوحد واحدا يعني. ايه؟ لا لا، ده في خلاف، بس ده الراجح. الراجح انه لا يعم. ايش يا ولدي؟ ايه اللي مش فاهم حاجه يقول لي انا؟ انا الشيخ، انا الشارح، انا الشارح، ولا انا فاهم ولا انا فاهم هم مش فاهمين ليه. حاضر، هنشرح تاني سؤال، مسألة برضك يعني ايه تحتاج الى اعادة، وفي الاعادة افادة، والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام. يا سلام، هذا شلتوت، حضر كتاب كويس. بيقول لك اهو: بل يحمل على ثلاثة أو اثنين على الخلاف في أقل الجمع. فإذا قلنا مثلا رأيت رجالا، أهو، هل المراد أنني رأيت كل فرد فرد من أفراد الرجال؟ طيب، أمال المراد إيه؟ المراد أنني رأيت ثلاثة أو اثنين من الرجال، لأن أقل الجمع على الراجح ثلاثة، وقيل أقل الجمع اثنان. جميل. لكن من هم المرئيون؟ ثلاثة أو الاثنين؟ الاحتمال يكون الثلاثة دول أو الاثنين دول أو ثلاثة التانيين أو الثلاثة التلتين أو إلى آخره. ده اسمه إيه؟ قالوا ده عموم، ولكن عموم بدلي. يعني إيه بدلي؟ يعني الثلاثة دول أو الثلاثة دول، ثلاثة دول بدل عن الثلاثة دول، احتمال يكون هم المرئيون، والثلاثة هؤلاء قد يكون بدل عن هؤلاء، هم المرئيون، وهكذا. لكن عندما أقول رأيت كل الطلاب، يبقى كل الطلاب كلهم وقعت عليهم الرؤية، ولكن هنا ليس الرجال كلهم وقعت عليهم الرؤية، إنما وقعت الرؤية عن ثلاثة. لكن من هم؟ قد يكون هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. هذه الصياغة بهذه الطريقة يسمى العموم فيها عموم بدلي. أما إذا قلت رأيت الطلاب، فهذا يعني معناه أنني رأيت كل طالب طالب طالب، وقد استغرقت وشملت الرؤية كل الطلاب. طيب، الجمع المنكر هل يفيد العموم والاستغراق في كل الأفراد؟ قيل لا، وإنما يفيد يعني العموم البدلي وليس العموم الاستغراقي. قال: وقال الجبائي يقتضي كالمعرف وهو ضعيف. ده كلام الجبائي ضعيف، لأنه لو اقتضى الاستغراق لتعرف وهو محال. لا لا، ده احنا هنخش بقى في حدوتة تانية. يلا خد يا مولانا وخلي معاك الكلام ده عشان هنرجع له، امسك. قال: وبقولهم بلا حصر، يعني كذلك، وخرج بقولهم بلا حصر أسماء الأعداد كخمسين. لفظ خمسين لفظ يشمل ويستغرق كل أفراده دفعة واحدة، يبقى عام؟ لا، لكنه يدل على حصر وعلى ضبط لكل أفراده. فخرج بذلك أسماء الأعداد من حيث الآحاد. هنا لازم نفهمك حاجتين. في عندي حاجة اسمها من حيث
الآحاد ومن حيث المجموعات. عندما أقول لك 50 من حيث آحاد 50، 1 و2 و3 و4 إلى 49 و50، هذه أحادها. ف50 ليست عامة من هذه الوجهة ومن هذه يعني الناحية. طب لكن لو قلت لك ائتني بكل 50، لا كل 50 استغراق، لكن من حيث ايه؟ هذه 50 وهذه 50 وهذه 50 وهذه 50 من حيث المجموعات استغراق، من حيث الافراد لا عموم، من حيث المجموعات هذه 50 وهذه 50 وهذه 50 وهذه 50 هذه مطلوبة وكلها مرادة، لا استغراق. إذا قلت لك ائتني بكل 50 من الرجال، معناها إيه؟ معناها أنك مأمور بإحضار كل 50 50 50 50 من الرجال. يبقى من حيث الأعداد ومن حيث الآحاد، يعني ما تركب منه 50، 1 2 3 4 10 15 20 30 40 لغاية 50، هذه أفراد 50، آحاد 50. دلالة 50 على هذه الآحاد ليست على سبيل العموم لأنها مضبوطة محصورة، لكن عندما أقول لك رأيت كل 50 من الرجال، معناه إيه؟ أني أنا استغرقت كل 50 بالرؤية. يبقى في فرق ما بين 50 المجموعة وبين مكونات 50. دلالة لفظ 50 على الأفراد المكونة 50 هذه ليست الدلالة عمومية. لماذا؟ لأن شرط العموم ألا يكون اللفظ منبئا عن عدد وضبط وحصر معين. لكن من حيث جزئيات 50، يعني من حيث مجموعات 50، هذه 50 تختلف عن هذه 50 وهذه 50 وهذه 50 وهكذا. العدد بالنسبة لأحاده ليس عام، وبالنسبة لمجموعاته إذا دخل عليها يعني أداة من أدوات العموم كانت عاما واستغراقا وإلى آخره. فهمنا؟ إحنا عندنا لفظ 50، إيه مدلوله؟ مدلوله أهو عدد يتكون من أجزاء معينة. طيب هضرب لكم مثال، 10 جنيهات، بلاش 50 عشان انتم لسه طلبة، لما تبقوا مشايخ زي تكلموا بال50، يبقى معاكم السلطان تكلمهم بالدولار. 10 جنيهات، هذه 10 ما هي مكوناتها؟ 1 جنيه، 2 جنيه، 3 جنيه، 4 جنيه، 5 جنيه، اعيش معاكم، 6 جنيه، 7 جنيه، 8 جنيه، 9 جنيه، 10 جنيه. 10 جنيهات هي التي تكون هذه 10، جنيه جنب جنيه جنب جنيه جنب جنيه جنب جنيه إلى أن نتم إلى هذه، صارت هذه 10. لفظ 10 على هذه الجنيهات يعتبر إيش؟ لا يعتبر عام. لماذا؟ لأن 10 دلت على الحصر، دلت على هذا المعدود، هذه الفئة المعدودة. طيب عندما أقول لك ائتني بكل 10 جنيهات من كل طالب موجود في هذا الدرس، ده عام ولا مش عام؟ بس باعتبار ايه؟ باعتبار 10 اللي فوق، مش باعتبار أجزائها اللي هو الجنيه واثنين وثلاثة لغاية 10. يبقى دلالة 10 على مكوناتها ليست من قبيل العموم.
لكن عندما تدخل العشرة أداة من أداة العموم تكون بالنسبة للمجموع، ائتني بكل 10 جنيهات موجودة في هذا الدرس. عام ولا مش عام؟ هتشمل العشر اللي مع ده والعشر اللي مع ده والعشر اللي مع ده والعشر، كل العشرات الموجودة دي هنسحبها. طب لفظ عشرة بقى في دلالتها على جنيه إلى 9 إلى 10، لا، هذه دلالة على أجزاء، كدلالة سيد على رأسه، على يديه، على جسمه، على قلبه، يبقى دلالة الشيء على أجزائه. دلالة الشيء على أجزائه خلاف دلالة الكل. رأيت كل سيد، يعني أنا شفت كل من يتسمى باسم سيد، يبقى عام. سيد ده شيء لفظ يدل على كل أجزائه، مكوناته، مركباته. الحمد لله، فهمت كده؟ قال: فإنها تتناول الصالح لها، ولكن إلى غاية محصورة، يعني أن اللفظ فيه ما يدل على الضبط والحصر، مثل 10 و1000 و1 كل منها مضبوطة. فالعشرة لا تتناول 20، والألف لا يتناول 2000، وهكذا. وهذا مبني على أنها ليست عامة، وهذا هو المعروف، لأن عندي فرق ما بين العام والعدد. وأنا ضربت لكم مثال لطيف خالص، ومثلها النكرة المثنات والمجموعة ونحوها من حيث الآحاد، ومثلها النكرة المثناة. رأيت رجلين، لا تفيد العموم الاستغراقي، وإنما تفيد العموم البدلي. والمجموعة، رأيت رجالا، رأيت مسلمين، رأيت مؤمنات، رأيت قانتات، ونحوها، أي ونحو المجموعة، من حيث الآحاد. أحدها يعني أحد رجال، 1 و2 أو 1 و2 و3، دي أحد رجال. أحد مسلمين، يعني 2 مسلمين أو 3 مسلمين، فهي من حيث الآحاد غير عامة. ولكن إذا قلت لك ائتني بكل مسلمين، يبقى بكل 3 3 3 على رأي، أو بكل 1. فهمت كده ولا نزيدكم؟ ها؟ قال بعد ذلك: وقد دخل في اللفظ العام المستعمل في حقيقتيه. بيقول لك اللفظ العام يدخل فيه اللفظ المستعمل في حقيقتيه. يعني على سبيل المثال، إذا قيل لك قرء، القرء ده إيه؟ ده لفظ موضوع للطهر وموضوع للحيض بوضع مستقل. فإذا قلت تعتد النساء بالأقراء مثلا، هيدخل في هذا مثلا، يعني مثلا أفراد هذا وأفراد هذا، أفراد الحيض وأفراد الطهارة. يعني القرء ما يطلق على الحيض بوضع مستقل وعلى الطهر بوضع مستقل. فهو عايز يقول بأن اللفظ العام يشمل كذلك الحقائق المتعددة. فإذا قلنا مثلا القرء، دخل فيه أفراد الحيض ودخل فيه أفراد الطهر. وقد دخل في اللفظ العام المستعمل في حقيقتيه. عندنا في
وقد دخل في العام اللفظ مستنى بفسر لأن ما هو العام ما هو لفظ. وقد دخل في العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه كقرء كما ذكرناه لكم. قال أو حقيقته ومجازه، يعني أن الشيء يستعمل في أفراد حقيقة في كل أفراد حقيقته وفي كل أفراد مجازه. فإذا قلنا على سبيل المثال اللمس، اللمس حقيقة في الجس باليد، مجاز في الوطأ. فإذا قلنا اللمس استعمل ذلك في كل أفراد الجس باليد، واستعمل كذلك في كل أفراد الوطأ، كل ده هتلاقيه في الشروحات السابقة. أو مجازيه، أي فيكون شاملا لأفراد المعنيين المجازيين. مثال ذلك الشراء مراد به السوم والشراء بالوكيل. أو مجازيه، المجاز أفراد المجاز، يعني عندي الشراء يستعمل الشراء مجازا في السوم، أو الشراء بالوكيل. إيش السوم؟ إن أنا أخذ السلعة أشاهدها من أجل الشراء، هذا السوم يطلق عليه شراء مجازا لكنه ليس شراء حقيقة، لأن الشراء الحقيقي إيش معناه؟ معناه لفظ يدل على التمليك دلالة ظاهرة. طب والشراء بالوكيل؟ هو الشراء لكنه شراء مجازي، لأن الأصل في الشراء أن يكون تمليك لمن حصل له هذا التمليك. فإذا قلنا مثلا الشراء فإنه يستعمل كذلك في أفراد معانيه المجازية، في أفراد السوم، والسوم معنى مجازي، في أفراد الشراء بالوكيل، وأفراد الشراء بالوكيل معنى مجازي. بناء على الراجح من صحة ذلك، أي من صحة إطلاق اللفظ على حقيقتيه أو مجازيه أو حقيقته ومجازه، هذا فيه خلاف كبير، وعندنا موجود في جمع الجوامع تفصيل لهذا الخلاف، وهو أنه هل يجوز أن يستعمل اللفظ في حقيقتيه أو في حقيقته ومجازه أو في مجازيه؟ خلاف كبير. والراجح عندنا في مذهب الإمام الشافعي صحة ذلك، يعني صحة استعمال اللفظ في حقيقتيه، استعمال اللفظ في مجازيه، استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، استعمال اللفظ في مجازيه. كما دخل في المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد، المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد كالعين مثلا، العين هذا مشترك، مشترك لفظي، لأن العين موضوعة بوضع مستقل في كل من الفضة والذهب والعين الباصرة والجاسوس وإلى آخره. لكننا يعني قد نستعمل العين في حقيقة واحدة ونريد بذلك كل أفراد هذه الحقيقة لقيام القرينة الدالة على إرادة أفراد كل تلك الحقيقة. أقول له مثلا اشتري لي عينا أدخرها للمستقبل، لا بلاش عينا، اشتري لي كل عين أدخرها للمستقبل. الذهب إيه اللي بيدخر للمستقبل؟ الذهب. فالعين
أطلقت على أحد أفراد الحقيقة، على أحد أوضاعها، على أحد أفراد المشترك، وهو العين الباصرة. أردنا من العين، مش العين الباصرة، الذهب، وأردنا من أفراد هذه العين كل ما يعني تشمله وتستغرقه. اشتري لي كل عين أدخرها للمستقبل، يعني ينزل ويشتري كل الذهب اللي موجود في السوق. طب انت بتقول عين ديت اصلا مشترك لفظي، والمشترك اللفظي موضوع ل يعني اوضاع متعدده، موضوع للعين الباصره، وموضوع للعين الجاسوس، وموضوع للبئر، وموضوع للذهب، وموضوع للفضه. قال له ما هنا معانا هنا قرينه عينت احد هذه المعاني وهو الذهب، ومعنا كذلك ما يدل على استغراق افراد تلك الحقيقه وهي كل عين. ولذلك قال كما دخل فيه المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد، إذ هو مع القرينة، يعني إذ المشترك مع القرينة لا يصلح لغير هذه، لهذا المعنى، لا يصلح لغير هذا المعنى. يعني إحنا مثلا اشتري لي كل عين أدخرها للمستقبل، مع كلمة أدخرها للمستقبل لا تصلح كلمة كل عين إلا في الذهب، إذ هو مع القرينة لا يصلح لغير الذهب، ما يصلحش للبصرة، ما يصلحش للجاسوس، ما يصلحش للماء، ما يصلحش لكذا وكذا إلى آخره. قال إذ هو مع القرينة لا يصلح لكل عين. طيب، ومقتضى إطلاق المصنف أن العام يتناول الصورة النادرة. انتهينا من التعريف وما يشمله التعريف. هنا نتكلم على مسألة أخرى وهي الصورة النادرة. دي مسألة وهتلاقوها في جمع الجوامع مسألة، والصورة غير المقصودة. والفرق بينهما، طيب هات يا ابني جمع الجوامع عشان هو يعني هنا اختصرها اختصارا. فين يا ابني؟ يا سلام، وبص ماشي ازاي، ده شيء غريب، ماشي بنفس ترتيب المحل على جمع الجوامع. قال والصحيح دخول الصورة النادرة، اقرأ بقى عندك كده، والصحيح دخول الصورة النادرة وغير المقصودة وإن لم تكن نادرة من صور العام تحته، يعني تدخل تحت صور العام. ايه بقى هي الصورة النادرة والصورة غير المقصودة؟ مثال الصورة النادرة الفيل. أتعلمون ما هو الفيل؟ هل رأيته؟ من عارف أن له خرطوم طويل؟ أنا ما بسألكش ما له خرطوم ولم ليس له خرطوم، أسألك هل رأيت الفيل هنا أم هناك؟ هنا موجود في حديقة الحيوان، موجود في السيرك. مثال الصورة النادرة الفيل في حديث أبي داود، هو نفس اللي موجود هنا والله. أنت تعجب تعجبا شديدا إن جمع الجوامع هنا، محلي هنا. مثال النادرة الفيل في حديث أبي داود وغيره، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. لا سبق يعني لا سبق صحيح وجائز إلا في حيوان له خف أو حيوان له حافر أو حيوان له نصل.
طيب لا سبق إلا في كذا. طيب هنا الخف يشمل إيه؟ قال يشمل الصورة المعتادة. الصورة المعتادة من لفظ الخف هي إيه؟ غير الفيل. قال فإنه ذو خف والمسابقة عليه نادرة. نادر أن يسابق على هذا. فهل ينظر في هذا إلى بسيطة أوي اللفظ ولا الواقع؟ اللفظ باللفظ يشمل معنى الفيل. بالصورة الواقعة نسبة 1% من يسابق على الفيل. فهل اللفظ العام الذي ورد عن الشرع يحمل على عمومه وينظر إلى ذات اللفظ أم ينظر إلى الواقع الذي ندر أن يسابق على الفيل؟ ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه وهنرجع تاني نشرح. طب وغير المقصودة؟ يعني هو بيتكلم باللفظ العام لا بسيط لا يقصد هذا المعنى، هو من شأنه كذلك. وتدرك بالقرينة، يعني وتدرك بالقرينة الدالة عليها. ما لو وكنه بشراء عبيد قال له كده اشتري كل العبيد الذي عند فلان وفيهم أبوه، فالصحيح صحة الشراء. ليه؟ قالوا بس ده هو مش قاصد، هو ما يقصدش من هذا ان ابوه يشترى منهم، ودل على ذلك ان هو شريهم من اجل ان يتاجر فيهم. اصل هو لو اشترى ابوه ايه اللي هيحصل؟ هيعتق عليه ويبقى خساره. والقرينة دلت على انه هو مش عايز يخسر، هو عايز يكسب، يبقى دل بالقرينة على انه غير مقصود. فهل ينظر الى القرينة ولا ينظر الى ذات اللفظ؟ لسه هنتكلم، احنا كده ذكرنا الكلام ده. وان قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا، محل الخلافة هو بقى. ان قامت قرينة على قصد الصورة النادرة دخلت قطعا، إن المتكلم يقصد إدخال الصورة النادرة، أو قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا. هو قصدا كده إن هو الصورة دي ما تدخلش. لكن لو لم يقصد هل يدخل أو لا يدخل؟ هذا محل الكلام. طبعا هو يعني هو هنا نمسك بقى اللي نقرا اللي معانا. معاك التشنيف؟ خلاص بقى التشنيف ده احنا هنقراه دلوقتي، ما تجيبش معاك الكتب دي تاني. قال ان العام يتناول الصورة النادرة نظرا لللفظ، وكذلك يتناول الصورة غير المقصودة، وهو الصحيح فيهما أي في الصورتين نظرا للعموم، أي نظرا للعموم باعتبار تناول اللفظ. نظر العموم يعني إيه؟ يعني نظرنا حينئذ لللفظ وأن هذه الأفراد مما يتناولها اللفظ، فقدمنا اللفظ على غيره. وقيل ده رقم 9 إيه؟ ده رقم 2 المذهب الثاني. وقيل اللي هو مقابل الصحيح لا يتناولهما، أي أن لفظ العام لا يتناول الصورة النادرة والصورة غير المقصودة. وبه قطع في الأولى المصنف في العمد، له كتاب إمام الحرمين اسمه العمد، له كتاب اسمه العمد. وانت لو قرأت ترجمة إمام الحرمين في أول الكتاب هنا
بيقول لك ان ليه كتاب اسمه العمد. قال امام الحرمين في العمد: ان العموم، ان العموم، استنى انا اكتبها انا كمان وانا ماليش نفس. قال في العمد: ان العموم اذا ورد وقلنا باستعماله او قام دليلا على وجوب القول به فانما يتناول الغالب دون الشاذ الله الذي يتناول الغالب دون الشاذ النادر، دون الشاذ النادر الذي لا يخطر، لا يخطر، لا يخطر على بال، ببال القائل. الله، شفت بقى بس كده هو بيتكلم على ايه؟ بيقول لك بص، دون النادر. ايه هو النادر؟ النادر هو الذي لا يخطر ببال القائل، بتقدير ان هذا القائل عربي فصيح مش ربنا، هذا ربنا لا تغيب عنه غائبة، ده بيتكلم على العربي، لان الكلام ده اصلا الصياغة دي والتراكيب دي تراكيب عربية، والشرع انما ورد على وفق استعمالات العرب وأساليبها وتراكيبها. فإذا كان هذا مما لا يخطر بذهن القائل وهو يتكلم به هتكون نادرة. جميل، هتكون إيش؟ نادرة، لأنه لا يخطر بالذهن. طب يخطر بالذهن لكنه لا يريده وقامت قرينة على أنه غير مريد له، يبقى دي غير مقصودة. الله، ده احنا كده بقينا حاجة جميلة خالص. وفي مطلب ابن الرفعة في المسابقة أيضا، وكذلك جزم به ابن الرفعة في أنه لا يتناول، وبه قطع في الأولى المصنف. وفي مطلب ابن الرفعة في باب المسابقة، الله، أن محط كلام الإمام هنا دوت غلط يا مولانا، كان مفروض هنا بقى في التنسيق يضع نقطة بعد العمد ويبدأ وفي مطلب ابن الرفعة بباب المسابقة، أن محط كلام الإمام أي الإمام الرازي والغزالي على أنه إنما، انتبه يا مولانا، لأنه أراد أن يقرر عبارة العمد. قال: إنما يدخل في العام ما يخطر لللافظ به حين النطق به. دي عبارة مين؟ إمام الحرمين. اقرأ لهم تاني عبارة إمام الحرمين. نفس عبارة، كله ماشي. إمام ده حاجة مدرسة. ليه؟ لأنه هو بيؤصل، بيقول لك إن كان هذا اللفظ في استعمال العرب يخطر بذهن المتكلم يدخل فيه، أي في هذا اللفظ، كل ما يخطر بذهن المتكلم، وإن كان لا يخطر بذهن المتكلم هذا الفرد لا يدخل في عموم هذا اللفظ لأنه لا يخطر بذهنه. إنما حط كلام الإمام، الإمام الرازي والغزالي. والله أنا شايف أن الإمام هنا لعله يقصد به إمام الحرمين الجويني، لأنه هو اللي اتكلم في المسألة دي في العمد، أو خلينا ماشيين على الاصطلاح. إنما حط كلام الإمام والرازي، محط كلام الإمام الرازي والغزالي على أنه، أي على أن الحال والشأن، إنما يدخل في العام، يعني في أفراد العام، وفي يعني ما يشمله العام، ما يخطر، يعني الذي يخطر لللافظ، يعني للشخص، ويحضر في ذهنه حين النطق به. وعلى ذلك فالصورة النادرة واللافظ يتكلم باللفظ لا تخطر بباله. هو بيكلم مين؟ بيكلم العرب، والعرب كانت يعني لا تسابق على الفيل، فهو يتكلم بهذا اللفظ لا يخطر بباله المسابقة على الفيل، فلا يدخل الفيل في المسابقة المأذون بها. لماذا؟ لأنه لا يخطر ببال اللافظ،
وما لا يخطر ببال اللافظ يكون غير مقصود. تكون سورة نادرة مش غير مقصودة، تكون سورة نادرة. ومثال النادرة، مثال النادرة الفيل في حديث أبي داود، لا سبق بفتح الباء الموحدة، لا سبق. عندك هنا في المحلي ضبطها غلط، لا سبق. عندك في المحلي ضبطها سبق، لا سبق بفتح الباء الموحدة المال المأخوذ في المسابقة. ويصح أن يكون اسم مصدر بمعنى المسابقة، يبقى سبق وسبق يصح، إلا في خف، خلي بالك، إلا في خف دي ناكرة، أو حافر ناكرة، أو نصل ناكرة، يعني لا سبق في حافر إلا في حافر، ولا سبق إلا في خف، ولا سبق إلا في نصل، فإنه أي الفيل صاحب خف. ووجه كونه للعموم شمولا أنه، خلي بالك بقى فين العموم، أنه في حيز الشرط معنا، والتقدير إلا إن كان في خف وكذا كذا إلى آخره، والنكرة في سياق الشرط تعم. فين بقى العموم هنا؟ أو أنه نكرة في سياق الشرط التقديري، والنكرات تكتب كده، والنكرات في سياق الشرط التقديري تفيد العموم. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني إلا إن كان في خف، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني إلا إن كان، لا سبق إلا إن كان، أو تقديرها هو إلا إن كان في خف أو حافر أو نصل. دي اسمها إيه؟ اسمها نكرة في سياق الشرط التقديري. أنا عايزك تقرأ كده وأنت بتقرأ، تقرأ على مستوى الحرف، تقرأ بالعقلية دي، هتبقى في الآخر أصولي وعالم متين. تقرأ كده بالكوم ونخلص لك العلم في 12 ساعة و15 ساعة و20 ساعة، تبقى دي كده محتاجة ان انت تفتحها تشيل اللي جواها وتحط دماغ جديدة، لان العلم مش كده، علم واحدة واحدة كده، ونقعد نتأمل. ولا سابق، يعني ايه سابق؟ ما نضبط الكلمة الاول ونعرف معناها ايه يا مولانا، وبعد ذلك الا في خوف، وايه الخوف؟ وإيه الحافر؟ وإيه النصل؟ طيب ده مفردات، وبعد كده نمسك المسألة. فإنه صاحب خف، إيه هو اللي إنه؟ هذا الفيل اللي هو إحنا بنتكلم عليه، من أصحاب الخف. والمسابقة عليه، أي على الفيل أهو، نادرة، نادرة لأن المجتمع العربي أصلا ما كانش عندهم فيلة، فما كانوش بيتسابقوا عليها. الفيلة دي كانت موجودة في الهند، موجودة عندكم هناك في ساعتها في ماليزيا، ماليزيا كانت موجودة ساعتها، موجودة. كان عندهم فيلة ولا ما عندكوش فيلة في نفس الوقت؟ كان موجود فيلة، لكن المجتمع العربي ما كانش فيه إلا نادر جدا الفيلة، وكانت المسابقة عليها مش موجودة، وما كانوا بيتسابقوا على ما يكثروا من الحيوانات في عصرهم. فأصبحت المسابقة على الفيل صورة نادرة في الواقع ولا تخطر بذهن المتكلم. والأصح جوازها، انتقل من الطور الأصولي إلى الطور الفقهي. طيب المسابقة عليها بقى حلال ولا مش حلال؟ قال من ناحية الفقه المسابقة عليها جائزة،
ومثال غير المقصودة، يعني ومثال الصورة غير المقصودة، وتدرك أنها غير مقصودة بالقرائن، غير مقصودة. طب ما هو القصد دوت معنى داخلي، إيه اللي يعرفني أن أنت قاصد أو أن أنت غير قاصد؟ العلماء برضك بيتكلموا، بيعرفك الضوابط إيه. قال لك القرينة، القرينة هي التي تثبت أنها مقصودة أو تثبت أنها غير مقصودة. قامت القرائن أنك أنت لما أمرت الشخص هذا يشتري لك، يعني العبيد الذين في البيت الفلاني، قامت القرينة على أنك تريد تريد أن تستثمر أموالك، ولا يليق بالاستثمار أن تشتري، يعني أن تشتري أباك أو أن تشتري أمك أو أن تشتري ابنك، لأنك لو اشتريت هؤلاء لأعتقوا عليك جميعا وأنا هخسر. قرينة قائمة على أنني أردت المكسب ما أردتش الخسران. وتدرك بالقرينة ما لو وكله في شراء عبيد، جميل، عبيد فلان، قلت له اشتري لي عبيد خيري وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به. مين اللي لم يعلم به؟ الموكل لم يعلم بأن أصله أو فرعه في عبيد فلان، والصحيح صحة شرائه. لماذا؟ تغليبا لللفظ. والصحيح صحة شرائه، وقد يتوهم. خلاص كده نكمل ولا نعيدها تاني؟ ها؟ يعني شراء بوكيل. انت عندي، انت معانا هنا ولا انت في المحلي؟ هنا ولا في المحلي؟ ده انت الشراء بالوكيل دي في مسألة المجاز والى اخره، صح؟ لكن احنا هنا بنتكلم في الصورة غير المقصودة. ايه بقى الصورة غير المقصودة؟ قال له اني انا قلت له اشتري عبيد فلان، وقامت القرينة على انه عايز يتاجر بهذه العبيد، يبقى معناه انه هو مش عايز يشتري اصله، لان لو اشترى اصله هيبقى هيخسر المال وحينئذ يضيع المقصود. وقامت القرينة على ان الصورة دي غير مقصودة غير مرادة. فهل يا ترى عندما يقول له اشتري لي عبيد فلان ينظر فيها الى القصد المعلوم بالقرائن فلا يدخل هذا في الشراء، أم أنه ينظر إلى أصل اللفظ اشتري عبيد فلان؟ اشتري عبيد فلان معناه اشتري، بمعنى لو نظرنا إلى اللفظ معناه اشتري لي كل عبد عند خيري، ويصدق هذا على أبيه وعلى أمه. أو قال له اشتري لي عبيد خيري، وقامت القرينة على أنه يريد أن يتاجر. يبقى هذا لو نظرنا إلى هذه الصورة غير المقصودة فإنه حينئذ يكون الأصل والفرع مستثنى من هذا، لأن الصورة غير المقصودة لا تدخل في العام. ولا ينظر إلى اللفظ أم ينظر إلى القصد الذي أدركناه بالقرائن؟ ده خلي بالك في قصد مدرك، يعني إدراكا قويا ومقطوع بإدراكه، ده اللي مش هيدخل قطعا لأنه كأنه مستثنى زي ما المحل قال. لكن هنا قامت القرائن على أنه لا يريد شراء أبي ولا يريد شراء ابنه، وقال له اشتري لي عبيد فلان الفلاني وكان فيه أبيه، فيهم أبوه وأمه، فهل يشتري وهل يقع الشراء أو لا يقع؟ من قال بأن
الصورة غير المقصودة داخلة في اللفظ العام، لو اشترى هيصح الشراء وهيعتق أبوه ويعتق أمه ويبقى خسران. ليه؟ ومن قال بأن الصورة غير المقصودة لا تدخل يبقى لا يصح الشراء، لأن هذه الصورة مستثناة غير مقصودة. فهمنا؟ طيب، وقد يتوهم اتحاد المسألتين. طيب دي بقى نخليها في درس آخر.